الذي ستلتقي فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنبيها يوم القيامة. طول هذا النهر طوله شهر، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، آنيته بعدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لذلك وصيتي لنفسي ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نثبت على هذا الدين وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على ذلك الحوض.